أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها كالعادة بالعناوين. بعد أن أنكرت معرفتها بهم، ميليشيا الحوثي تطلق سراح 9 أطباء من سجونها. قائد محور تعز يوجه الألوية العسكرية بتأمين وحماية المستشفيات الحكومية بالمدينة. وفي الأخبار الأكثر قراءة، التحقيق مع امرأة شاهدت عاملتها المنزلية تسقط من الدور 7 ولم تنقذها. أهلا بكم. بعد إنكار وجودهم لديها، ميليشيا الحوثي تفرج عن طاقم طبي احتجزته لمدة أسبوع. وقالت مصادر أمنية لموقع الموقع بوست الإخباري أن الميليشيا أطلقت سراح المختطفين من موظفي الهيئة الطبية الدولية من معتقلها في جهاز الأمن السياسي بصنعاء بعد قرابة أسبوع من الاختطاف. وبحسب المصادر، فإن الإطلاق جاء بعد متابعة من قبل الهيئة وتهديدها لوزارة الصحة العامة والسكان بإيقاف أنشطتها الطبية الخيرية لتلحق بمنظمة أطباء بلا حدود التي قررت إيقاف جميع أنشطتها بمحافظة إب بسبب ممارسات الميليشيا الانقلابية. يضيف الموقع، وكان مسلحو ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية قد داهموا مقر الهيئة الطبية الدولية بمدينة إب الأسبوع الماضي، واختطفوا الموظفين واقتادوهم إلى سجن الأمن السياسي بالمحافظة ليتم نقلهم بعدها إلى رئاسة الجهاز بصنعاء. أطباء آخرون لكنهم يعملون في هيئة حكومية، تواصل الميليشيا الاعتداء عليهم في صنعاء، قال موقع الاشتراكي نت في صفحته الرئيسية. انتهاكات متواصلة بحق الموظفين في هيئة مستشفى الثورة بصنعاء. قال الموقع إن ميليشيا الحوثي في آخر إجراءاتها التعسفية حذرت بشكل نهائي مجموعة من أطباء البورد العربي في المستشفى على خلفية الإضراب الشامل الذي ينفذونه. قال مصدر طبي في المستشفى للاشتراكي نت أن إدارة هيئة المستشفى المعينة من قبل ميليشيا صالح والحوثي وجهت إنذارات نهائية لمجموعة من أطباء وطبيبات البورد العربي في هيئة المستشفى على خلفية الإضراب احتجاجا على رفع رسوم التدريب. وحيدا يتعذب الصحفي توفيق المنصوري في سجنه، لا يجد الدواء الذي يحتاج إليه وقد زادت حالته الصحية تدهورا قبل أيام وفق ما قالته نقابة الصحفيين اليمنيين. وضاح المنصوري يكتب في موقع مارب بريس عن توفيق المعتقل في سجون الحوثيين. خذلناك يا شقيق الروح، خذلناك يا توفيق منذ أسبوعين، والأخبار تصل إلينا بمرضك الذي أقعدك في زنزانة الموت التابعة لاستثمارات الحوثي النازية، وكنت ممتنعا عن نشر حالتك الصحية للإعلام خوفا عليك من الجلاد العاري الذي يزداد ضراوة وعنفا نحوكم كلما ظهرت قضيتكم المنسية للرأي العام وحققت نسبة بسيطة من التضامن والإدانة ضد توحش عصابات الموت الحوثية. مارست العصابات الدموية تعذيبا وحشيا بحقك أنت وزملائك، تفننت بكل أساليب الإذلال والقبح في التعامل معكم، أفرغت كل السواد الذي يسكن أرواحها وتركتكم تعيشون الموت البطيء في سراديب العتمة لتمنع مصادر وهجكم وينابيع إلهاماتكم الروحية غير آبهة بصرخاتكم وأنينكم. أصبح مصيرك ورفاقك مرتبطا بما تبقى من إنسانية لديها ولا إنسانية لجلاد مستبد. خذلناك يا توفيق الروح، خذلناك أنت ورفاقك يا أسوار صحافتنا العتيدة، ولم تكن المرة الأولى التي خذلناك. سبق وأن خذلنا قبلك رفيق دربك عبد الخالق عمران وأكرم الوليدي وهشام طرموم وصلاح القاعدي ومحمود الصبيحي والعملاق محمد قحطان. بالمناسبة تحل علينا هذه الأيام الذكرى الثانية لاختطافه، وكالعادة سنرفع صورته في مواقع التواصل الاجتماعي ثم ننساه وننسى المشروع الذي ضحى قحطان وأمثاله من أجله، وأخشى أن تحل الذكرى الثالثة وهو مخفي في سجون الانقلاب. يا رسل الصحافة وأنبياء الكلمة الحرة في أقبية الظالمين، أتخيلكم وأنتم محاطون عن الشمال وعن اليمين بالسلاسل والقيود، تقفون راسخين
تبزغ من وجوهكم كبرياء المقاوم العنيد، ليس في قاموسكم مفردات الهزيمة والاستكانة والضعف كما في قواميسنا نحن المهزومون الخاذلون. أكد العقيد عبد الحكيم الشعيبي قائد جبهة كرش لموقع سبتمبر نت أن قياديا في ميليشيا الحوثي أعلن تسليم نفسه لقوات الجيش الوطني غربية كرش بعد أن طلب الأمان من قوات الجيش الوطني. قال الشعيبي إنه تم التحفظ على القيادي الميداني وإجراء بعض التحقيقات معه والتي كشف فيها أن سبب تسليم نفسه يعود للأكاذيب والافتراءات التي تمارسها قيادات ميليشيا الحوثي وصالح على الأفراد. يضيف القائد العسكري أنه في سياق التحقيق الذي أجريناه معه أكد أن قراره بتسليم نفسه لكون قيادات الميليشيات تقاتل تحت غطاء وهمي وطائفي وعنصري. كما كشف القيادي التابع للميليشيا عن فرار 40 عنصرا من عناصر ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية من جبهة كرش. وإلى موقع عدن الغد والذي عنون في أحد أخباره: السلطة المحلية بالحديدة تصدر تحذيرا بشأن عبث الميليشيا بأراضي وعقارات الدولة والأوقاف. قال الموقع إن السلطة المحلية بمحافظة الحديدة وجهت تحذيرا جراء ما تقوم به الميليشيات الانقلابية من تصرف بأراضي وعقارات الدولة وأيضا أراضي الأوقاف وكذلك عمليات النهب والعبث بالوثائق والمستندات العامة. أكد الموقع أن السلطة تحذر المواطنين ورجال الأعمال والتجار من التعامل مع الوثائق التي يمتلكها الانقلابيون كون ذلك مخالفا للقانون. ودعا التحذير الذي وزع على عدد من وسائل الإعلام إلى ضرورة التزام مكتب هيئة الأراضي بالمحافظة بإيقاف أي تعديل على المخططات العمرانية أو إصدار أي مخططات جديدة، وأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة واللازمة ضد من يثبت مخالفته وتورطه في أي عمل أو إجراء يتسبب في التفريط بممتلكات الدولة والمال العام. عرفنا بعضنا منذ أن تفتحت عيوننا على قرص الشمس في النهار القائض وتلألؤ النجوم في الليالي الدافئة وهدير الموج في ساحل الذهب وملعب الكرة في الحي الشعبي. هكذا يبدأ حسن عبد الوارث مقاله المنشور في موقع يمن مونيتور، وقال في أجزاء من المقال: حتى المرحلة الثانوية من الدراسة لم يكن أحدنا يفقه معنى أن يكون لصاحبه انتماء جهوي غير ذلك الذي ارتبط به منذ ساعة مولده. كنا نعتقد ونؤمن بأن جميعنا أبناء منطقة واحدة هي عدن، وكان ذلك الشعور سائدا في أوساطنا نحن أفراد تلك الشلة الواحدة حتى النصف الأول من ثمانينيات القرن الماضي. بعدها بدأت تفوح في أنوفنا رائحة بدت غريبة ثم شاذة ثم كريهة، بعثت على الزكام ثم الغثيان ثم الصداع الشديد، وصرنا نعرف لأول مرة أن واحدنا يختلف عن الآخر جهويا. هذا بدوي، ذاك جبلي، ذاك جعدي، والآخر شحاري. حتى جاء اليوم الذي تجسدت فيه هذه الحقيقة الصغيرة زلزلة كبيرة. يومها صحونا على حالة فرز تطالنا بحسب الانتماء الجهوي، فكان مؤشر البوصلة الجهوية يقود صاحبه إما إلى المقصلة وإما إلى المرور بسلام في طريق لم يعد بالضرورة آمنا. اثنان من الشلة نفسها سيقا إلى المعتقل، واقتيد الثالث إلى حفرة الموت، ومررنا ثلاثة بأمان إلى منازلنا، واحتار المسلحون في مفرزة الطريق في أمر السابع، حتى أنقذه أحدهم بالصدفة البحتة لأنه تعرف إليه قائلا: اتركوه يمضي، هذا من جماعتنا. بعد هذا الزمن المديد لم نتجاوز وربما لن نتجاوز تراجيدية البوصلة الجهوية حتى بعد 27 عاما على التئام الوطن المشطور. ما أبشع شهادة الميلاد حين تنحصر في مكان الولادة، وما أقذر بطاقة الهوية حين تتكثف في عمامة الطائفة، وما أصغر الوطن المسكون في القرية لا ضفاف القلب. موقع الصحوة نت قال في صفحته الرئيسية:
مطالبات بإعادة تنظيم العمرة لليمنيين بعد 3 مواسم من إغلاقها. قال الموقع: منذ انقلاب الحوثيين على الشرعية عام 2014 وأبواب العمرة مغلقة في وجه الراغبين بها من اليمنيين، وتشكل تهديدات ميليشيا الانقلاب ضد السعودية خطرا حقيقيا على تنظيم الشعائر المقدسة. وحسب معلومات نشرتها وسائل إعلامية الموسم الماضي، تواجه أكثر من 120 شركة يمنية مصيرا مجهولا بعد تسريحها أكثر من 1000 موظف وخسائر تجاوزت 25 مليار ريال خلال عامين متتاليين من توقف خدمات الحج والعمرة. يتابع الموقع: كما تواجه حكومة الشرعية ضغوطات شعبية وإحراجات شديدة. وإلى موقع المشاهد نت، والذي عنون في صفحته الرئيسية: زيادة حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي في اليمن إلى 63%، حيث قال صندوق الأمم المتحدة للسكان إن هناك تزايدا كبيرا في حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي في اليمن. وأفاد الصندوق أنه زادت حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي في اليمن بأكثر من 63% في العامين الماضيين من الحرب، وأنه تم الإبلاغ عن أكثر من 10,000 حالة من العنف المتصل بهذا الجانب خلال العام 2016. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية، نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. تساءلت صحيفة العرب الجديد في متابعتها لأخبار اليمن: هل تنتقل عمليات الإغاثة من الحديدة إلى عدن؟ وقالت الصحيفة: يسود الغموض مستقبل جهود الإغاثة والشحنات التجارية باتجاه مدن وبلدات اليمن خلال الفترة المقبلة، بعد تصريحات تشير إلى بدء عمليات عسكرية مكثفة ضد محافظة الحديدة الساحلية، حيث يعتبر ميناء مدينة الحديدة البحري المرفأ الدولي الوحيد لمناطق شمال اليمن التي تضم 70% من سكان البلاد. بينما تتخذ المكاتب الإقليمية ومقرات الطوارئ للمنظمات الإنسانية من الحديدة مركزا لعملياتها، ومع ازدياد الحديث عن عملية عسكرية للتحالف باتجاه المدينة، تحذر المنظمات الاقتراب منها كونها مدخل معظم المؤن الأساسية للسكان. بدوره أعلن منسق الشؤون الإنسانية في اليمن جيمي ماكغليدريك أن المنظمات الإنسانية تدرس نقل أعمالها ومهامها من المدينة إلى عدن على البحر العربي، كون ميناءها أفضل تجهيزا من ميناء الحديدة الذي تضررت مرافقه إثر الضربات الجوية. أما صحيفة الخليج فقالت بأنه تم توجيه ألوية بالجيش لتأمين المستشفيات بمدينة تعز، وقالت: وجه قائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل قادة الألوية العسكرية بتأمين وحماية المستشفيات الحكومية بمدينة تعز بناء على مذكرة من المحافظ علي المعمري ووكيله عارف جامل. وبحسب المركز الإعلامي لقيادة محور تعز، شدد اللواء فاضل على قيادة الألوية العسكرية برفع اليقظة الأمنية كل حسب مربعه ونطاقه المحدد، وذلك لمساندة وردف الأجهزة الأمنية بالمدينة. مدينة تعز شهدت حوادث أمنية واغتيالات طالت عسكريين وأمنيين ومدنيين في ظل غياب تنسيق بين فصائل المقاومة ووحدات الجيش الوطني وأجهزة الأمن بالمدينة. صحيفة الاتحاد عنونت: المكلة تفشل هجوما للقاعدة. التحالف العربي أفشل هجوما لتنظيم القاعدة كان يستهدف عن طريق البحر إحدى المنشآت الحيوية في مدينة المكلا. قالت مصادر إن مروحيات الأباتشي استهدفت قوارب بحرية على بعد 50 ميل بحري من سواحل المكلا خلال محاولتها إطلاق صواريخ على منشآت حيوية من بينها دار الرئاسة وسكن المحافظ والميناء. وأضافت أن القوارب تم تدميرها والقضاء على العناصر التي كانت على متنها.
في ذكرى مرور عامين على حرب اليمن، من المفيد أن نذكر بالحقائق التي غالباً ما تضيع في أحداث الحرب نفسها. هذا جزء من المقال الذي كتبه المدير العام السابق لقناة العربية عبد الرحمن الراشد، ونشرته صحيفة الشرق الأوسط. الذي أقصى صالح وأسس للوضع السياسي الجديد هو الشعب اليمني، عندما ثار عليه نتيجة فشل حكمه الذي يعتبر من أطول الحكام ديمومة في العالم ومن أفشلها. تغيير النظام لم يكن رغبة دول الخليج ولا مشروعها، بل كان ذلك من نتائج الربيع العربي الذي أسقط حكاماً إضافة إلى صالح، القذافي في ليبيا ومبارك في مصر وبن علي في تونس. وبعد وصول الانتفاضة ميادين وشوارع صنعاء وخوفاً من الفوضى، سعت الأمم المتحدة لتنظيم الوضع من خلال تعيين مبعوث للأمين العام مهمته الحفاظ على السلم الأهلي، وطرح مشروع سياسي تبنته مجموعة الدول الخليجية وكذلك الولايات المتحدة والمجموعة الأوروبية. الحل كان نظاماً ديمقراطياً يتم من خلاله اختيار الرئاسة والبرلمان. جميع القوى اليمنية وافقت عليه، وأعلن عن حكومة مؤقتة انتقالية ل18 شهراً فقط تتم خلالها كتابة الدستور والإعداد للانتخابات. خلال هذه الفترة دبر صالح والحوثيون الانقلاب واستولوا على كل اليمن واعتقلوا معظم الوزراء والقيادات السياسية. لم يكن من حل لمواجهة الانقلاب العسكري في اليمن إلا الرد العسكري بعد رفض الانقلابيين كل الوساطات الدولية للتراجع، ورفضوا كل التنازلات الإضافية التي منحت لهم. أصروا على أن تكون لهم القيادة والاحتفاظ بسلاحهم في وضع مشابه لحزب الله في لبنان. حرب اليمن ككل حروب المنطقة ليست نزاعا بين فرقاء محليين، بل هي من تخطيط وتمويل قوى إقليمية وعلى رأسها إيران، التي تصر على مد نفوذها ومحاصرة جيرانها. وبالتالي الحرب فرضت بكل أسف وألم على اليمنيين وكذلك على السعوديين، ومن غير المقبول ترك الوضع للنظام الإيراني يستخدم اليمن محطة هجوم على جارته دون مواجهته عسكريا. صحيفة البيان تكشف عن خدمة جديدة للموقع الشهير الفيسبوك، وتعنون: فيسبوك يتيح للمستخدم طلب المال من الأصدقاء. وفي التفاصيل أن موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك طور وسيلة جديدة تتيح للمستخدم طلب المساعدة المالية من أصدقائه لمواجهة الالتزامات مثل مصروفات الدراسة والنفقات الطارئة، حيث كشف الموقع عن الأداة الجديدة التي تتيح للمستخدم إعداد صندوق شخصي لجمع التبرعات ودعوة الأصدقاء للمساهمة فيه. وفي الوقت نفسه فإن فيسبوك سيقوم بفحص سبب الدعوة لجمع التبرعات قبل السماح للمستخدم بإنشاء صندوق التبرعات، وهو ما يستغرق حوالي 24 ساعة. موقع البي بي سي العربي قال بأن السلطات الكويتية بدأت التحقيق في مقطع فيديو يظهر امرأة تصور عاملتها الأثيوبية وهي تسقط من نافذة بالدور السابع دون محاولة مساعدتها، حيث سمعت الخادمة وهي تصرخ لطلب المساعدة قبل أن تنزلق يدها وتسقط من سقف مبنى مجاور. وسارع المسعفون إلى إنقاذ العاملة المنزلية ونقلوها للمستشفى للعلاج من كسر في الذراع وإصابات أخرى. وقالت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان إن ربة المنزل كان من واجبها إنقاذ الخادمة، وهناك قانون الجزاء الكويتي ينص على أن أي شخص يمتنع عمدا من إنقاذ شخص آخر في خطر يصبح عرضة لعقوبة تصل إلى السجن 3 أشهر. نقلت الأنباء عن ربة المنزل قولها إنها صورت الحادثة ونشرته على الإنترنت حتى لا تتهم بقتل الخادمة إذا لقيت حتفها. وإلى أكثر الأخبار قراءة في صحيفة الإمارات اليوم: دولار عام 1804 ب3,300,000 دولار في 2017. قالت الصحيفة: بيع دولار أمريكي من الفضة يعود تاريخه إلى العام 1804 بأكثر من 3 ملايين دولار في واحد من سلسلة مزادات حققت
مبالغ أو مبلغا قياسيا تجاوز 100 مليون دولار لمجموعة خاصة شهيرة لجمع العملات المعدنية. تضيف الصحيفة: وكان الدولار ضمن أكثر من 200 عملة معدنية بيعت في المزاد، وحققت سلسلة المزادات التي بدأت في 2015 مبيعات بلغ مجملها 107 ملايين دولار. ويملك هذه المجموعة مالك بوغو مطور العقارات في دالاس وابنه برانت الذي يقوم بجمع العملات المعدنية منذ السبعينات، واشترى أحد تجار كاليفورنيا الدولار الفضي الذي سكته الحكومة الأمريكية ليكون هدية لرؤساء الدول الأجنبية. الشعبوية وأزمات الليبرالية، تحت هذا العنوان كتب الموريتاني السيد ولد أباه مقاله المنشور في صحيفة الاتحاد، وقال في أجزاء منه: إذا كان الفكر الليبرالي قد انتهى إلى الجمع بين أطروحة الحرية الفردية والهوية القومية للحالة التعاقدية، فإن هذا الحل ظل إشكالا يتأرجح في بعض الحالات بين نفي الحريات السياسية باسم منطق الهوية الجماعية وتقويض دوائر التضامن الجماعي باسم منطق الحرية. كان الفيلسوف الإيرلندي إدموند بارك الذي عصر الثورة الفرنسية وكتب في نقدها كتابا مشهورا قد اعتبر أن فكرة العقد الاجتماعي تناقض مفهوم السياسة من حيث هي تدبير للشأن المدني وفق توازنات التركيبة المجتمعية، فلا يمكن أن تتحول إلى هندسة اجتماعية وإلا آلت إلى العنف بالنظر لتنكرها للحالة الطبيعية للاجتماع الإنساني القائم على التراتب والارتباطات العضوية القبلية وغير الإرادية. وإذا كان الفكر الليبرالي قد تخلى عن فكرة السياسة من حيث هي فضيلة مدنية وتربية بشرية، التصور اليوناني والوسيط لكون التصورات الأخلاقية للسياسة تؤدي إلى الاستبداد، فإن تصور الإجرائي القانوني للسياسة لا يحمي من أشكال أخرى من الاستبداد مثل الديكتاتوريات الانتخابية التي تحدث عنها ألاكسيس دي توكوفيل، والديكتاتوريات الأيديولوجية التي تتوهم القدرة على صناعة الإنسان عن طريق القانون والمدرسة. ومن هنا فإن التيارات الشعبوية تستفيد دوما من الأزمات الاجتماعية التي تعرفها المجتمعات الليبرالية في مؤهلاتها الإدماجية والتأليفية للعودة بالسياسة إلى منطق الفضيلة المدنية وإطار الانتماء العضوي الذي يغطي التمايز الطبقي والتراتب الفئوي من منظور الهوية القومية الجامعة، فينتقل رهان الصراع الداخلي إلى الغريب والأجنبي والمهاجر، وتغدو المحافظة على الخصوصية الذاتية هو الحل من المأزق الداخلي. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير في أمان الله.